الجو بره كحل اسود 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 اسود، والساعه حاليا 7:30، 7:30 الصبح. النهار بيطلع 8:30. لو واحد بيلعب رياضة زي يعني المفروض بلعب ماتشات تنس في الأسبوع على الأقل مرة مرتين، ما ينفعش أفضل 4 أيام بدون جري بدون أي رياضة في البيت وأروح مرة واحدة هوب ألعب رياضة جامد وأخلي جسمي تقريبا يتكسر في الماتش وقبلها ما فيش ولا أي استعدادات ولا حاجة. فحاجة من الحاجات المفروض أعملها إن أنا على الأقل مرتين في الأسبوع على الأقل أجري وأعمل شوية تمارين ضغط بطن مش عارف في البيت. ولذلك الأربع أيام اللي فاتوا جالي تيبس شديد جدا في ظهري، العضلات بتاعة ظهري يعني بجد عايز اقول لكم انها اتكسرت. 4 أيام قاعد في البيت ما مش عارف اتحرك اصلا، لدرجه ان انا وصلت لدرجه العياط ورحت المستشفى. فالدكتور قالت لي اكبر غلطه ان انا اعملها ان انا افضل قاعد، لازم افضل اتحرك علشان التيبس ده يفك، لازم العضله بتاعه الظهر من تحت من عند الكفتريه كده لازم دايما تفضل في سخونيه في حركه، اجري اعمل عجله اتحرك على طول اتمشى في اليوم على الاقل 80% او 70% من اليوم كله. علشان كده انا بدات اجري دلوقتي، الساعه دلوقتي 8 الصبح والنهار بدا يطلع واحده واحده. حلو قوي كده، جريت 4 كيلو 120 متر يعني 4 كيلو شويه اول يوم بعد فتره طويله قوي. اداء حلو، جريت بحوالي سرعه 8 كيلو متر مش سريع قوي يعني، ولكن كبداية حلوة جدا. الشعور جامد اول واحد يبدا يجري تاني بعد فترة كبيرة قوي. الرياضة عامة جامدة جدا من الاخر، تديك احساس كده في الجسم بعد ما تخلص جميل، انما اثناء عمل الرياضة عذاب عذاب. كل سنة وانتم طيبين. 3 أيام اللي فاتوا انا كنت تقريبا راقد في السرير، شكرا. اول امبارح او اول امبارح كان اول امبارح كان الكريسماس، واول حاجه عملتها عشان افاجئ كوكو اللي عامله لنا دوشه طول الوقت دي كانت دي زيك يا كوكو زيك يا فولي. اول هديه انا اديتها لكوكو او عملتها لكوكو وقطمت ظهري كانت الشجره دي. خلينا اوريكم المعاناه بتاعه الشجره. عايزين تعرفوا درجه الحراره عندنا عامله ازاي هنا في المانيا؟ دي شجره الكريسماس اللي احنا اشتريناها، المفروض ان هي محطوطه في ميه. بصوا عامله ازاي، ده مكان الميه بتاعتها، مجرد درجه حراره الجو بره خلاص القعده بتاعت الشجره تلجت تمام. كوكو السنه دي انا ما جبتلهاش اي هديه خالص في الكريسماس، امنيتها الوحيده ان انا كنت اروق البيت لان كان فيه هنا حوالي 8 كراتين، كان فيه هناك 3 كراتين، كان فيه هنا 4 كراتين، كان فيه بره عند الباب حوالي 3 كرتونات، ما اعرفش كام كرتون يعني فوق ال 12 حاجه زي كده. والمشكله مش كلهم حاجات هستخدمها، في حاجات المفروض تترمي طبعا عشان احنا مكسلين، فقلت هديها السنه دي بان انا اروق الدنيا احط لها الشجره. والشنطه دي فيها الديكوريشن اللي هو بيتحط على البتاع الكور والاحمر والبمبه والذهبي والحاجات دي. كوكو دلوقتي مسافره، هي في تايلاند وهتيجي الساعه 5 الصبح. شاريه سلك نور طوله تقريبا بتاع مثلا 20 متر، بقالي ساعه بلف حوالين الشجره. اما نشوف بقى اما تولع شكلها عامل ازاي. لا حاجه قلاقه، المفروض بقى كل ده هيتوزع على الشجره. خلصت الساعه دلوقتي، هيبقى لي كتير قوي. الساعة 2:30 بالليل، أنا بادئ في الموضوع ده الساعة 11، فكده عنب قوي. ده الشكل النهائي. على ما أعتقد عنب كده، أنا جبت آخري. صباح على خير و مش قادر. سلام. كوكو إيه رأيك في الشجرة يا كوكو؟ هيلو بيكيتي.
nach hier reingekommen und dann war alles dunkel und nur der Baum war so schön. Nun? Gefällt dir? Ah, ja. 3 Stunden lang. Da hat er Zeit, Jam. Nächstes Mal ein kleiner Baum. Gibt schon gerade dicker. Nee, nicht nächstes Mal ein kleiner. Das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner Baum. Ja. Was, Jam? Guck mal. Das ist ein kleiner Baum. Coco? So muss ich. Merry Christmas. Merry Christmas! Hat dir gut gefallen? Sehr ja? schön. قضينا اليومين اللي فاتوا عند اخت كوكو، عند اخواتها الاثنين ومامتها برضو، بس ما صورتش طبعا اي حاجه لان الاجواء العائليه دي يعني ساعات يبقى التصوير مالوش لازمه. احنا رايحين دلوقتي عند اخت كوكو علشان دايما في الكريسماس بنتجمع عند ابوها عند اختها عند اي حد من العيله يعني. والنهارده في غاكلت. ايه هو الغاكلت؟ هتشوفه. راكلت. شكل الشجرة بقى جامد جامد. والمفاجأة بقى ان كوكو ان شاء الله ان شاء الله دي اول تجربة نعملها. كوكو صورت فيديو، هي اللي صورته بنفسها، انا اللي عملت ايديت الفيديو دوت. هينزل على القناة بتاعتنا التانية اللي احنا كنا بننزل عليها بالالماني. القناة دي تقريبا يعني كوكو عايزة هي اللي تستغلها وتعمل فيها فيديوهات، هي اللي طلبت. فعلشان كده ده اول فيديو كوكو تصوره بنفسها واول فيديو تعمله. وان شاء الله لو الفيديو ده طلع جميل من الكومنتس بتاعتكم او من رايكم على الفيديو ان شاء الله يبقى فيه منه كتير قوي. فاللينك هسيبه لكم تحت الفيديو، هسيبه في اول كومنت، خشوا اتفرجوا على الفيديو وقولوا لي رايكم في الفيديو ده هنا في الكومنتس تحت. صح كوكو؟ بس كلبت يا زو. حاجه صغيره قبل بس ما الفيديو تكملوه، الفيديو اللي انا قلت عليه اللي كوكو صورته هو فعلا خلص بس 80%، فللاسف هو لسه ما نزلش، ولكن هحط لكم برده اللينك بتاع القناه زي ما هو. خشوا اعملوا فولو للقناه، الفيديو اهو عشان تعرفوا ايه اللي جاي. بس هحاول ان شاء الله اخلص الفيديو النهارده او بكره بالكتير وهينزل. صدقوني اول ما ينزل هقول في الستوري على الانستجرام، ستوري على اليوتيوب، هقول في كل حته الفيديو ينزل واحط اللينك بتاعه. فمعلش سامحوني بس على الحاجه الصغيره دي وبس كده. البتاع دوت انا من ساعه ما اشتريته لسه ما فتحتوش، ان شاء الله في الفيديو الجاي هفتحه. كوكو انا لازم انزل ديزا بوكس. اويا بالنسبه للهدايا اللي جات لي في الكريسماس او من كوكو تقريبا، في كام هديه كده جامده قوي هفتحها قدامكم ان شاء الله في اي فيديو قريب. تشيس تشيس. كوكو علقت ده لوحدها. تشيس. انا رايح اقابل مهاب دلوقتي، مهاب واسلام، علشان ناكل حاجه مع بعض، لان احنا ما بنتقابلش غير عشان ناكل. الجو اقسم بالله يفخر، الجو ساقع قوي قوي. Try to catch me howling at the moon.